الحمد لله احنا لعبنا 3 مراحل خلصناهم كاس مصر 2003 و99 و2001. الحمد لله 2003 خدنا احسن حارس مرمى. ال3 مراحل الاول وصلنا فيهم فاينل لعبنا مع هليوبلس. 2003 كريم السجيني خد احسن حارس مرمى مرحلته. 99 محمد وليد خد احسن حارس مرمى مع الوضع في الاعتبار ان هو مواليد 2000، يعني هو كان متصعد بيلعب معاهم. 2001 عمر لعب ماتش كويس جدا وكان بشهادة الناس كلها يستحق ان هو ياخد احسن جون في مرحلة 2000. الحمد لله ماشيين فيها اول، ده دوري. ومحمد وليد اللي هو خد احسن حارس مرمى برضو شغال فيها دلوقتي كويس، وان شاء الله بنتوقع له ان هو ياخد احسن حارس مرمى لتاني مرة. و2002 هتبتدي و2004 والحمد لله لسه في 98 والحمد لله. يعني الاجوان عندنا خامات كويسه وخامات مبشره وبنشتغل معاهم والحمد لله احسن من الموسم اللي فات والموسم اللي قبليه الحمد لله. احنا وهليوبلس يعني بقينا قريبين قوي قوي من بعض الفتره دي، بدليل ان احنا بنتكلم في 3 مراحل اللي خلصوا احنا وهم واصلين فاينل. المراحل الصغيره دايما بيبقى فيها فرق كتير جدا، المعادي، الجزيره، الصيد، الزهور، بيبقى فيه مثلا 6 7 فرق اي حد فيهم ممكن ياخد مركز اول بمنتهى البساطه. الحمد لله المدربين شغالين على اعلى مستوى، شغالين 6 ايام في الاسبوع، شغالين صبح وبعد الظهر. فالحمد لله يعني الجهاز بقياده كابتن وائل عزت وكابتن فاضل وكابتن محمود حسن اللي هو بنعتبره اضافه قويه جدا لجهاز كره الميه، وكابتن وليد عزت والخبير الاجنبي نيبا السربي، يعني الحمد لله في تطور في مستوى عالي قوي. الولاد كلهم من الدرجه الاولى لغايه 2004 الاجوان كلها الحمد لله عندهم استعداد وقابليه، والحمد لله يعني مقدرين الكلام ومقدرين اللي بيكلمهم. واحنا شغالين في اكتر من شق، شغالين في الشق البدني، شغالين في الشق الفني المهاري في المايه، شغالين في الشق الفيديو والحاجات دي، بنشوف وبنصور التمارين، لو بنصور الماتشات بنعالج الغلطات بحيث ان هي تبقى هي لايف قدام الولاد ان هو شايف ان هو بيعمل الغلطه دي وبننميها وبنطورها الحمد لله. رساله ودايما بقولها لهم ان النادي الاهلي ما بيقفش على جون، النادي الاهلي اكبر من اي جون، مفيش سياسه ان حد ضامن مركزه وضامن فرقته. انا من اول ما مسكت وانا ماشي بسياسه التصعيد ان مفيش جون هو ادام في مرحلته يبقى هيلعب في مرحلته، انا بحب دايما ان اخد الصغير هو اللي يلعب في المرحله الكبيره، فدي حاطه الولاد تحت مسؤوليه والحمد لله هم قدها والنتائج خير دليل يعني الحمد لله.